جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف ها سين ألف، تقول: هل المرأة إذا قصت شعرها من الأمام فرقتها فرقة مائلة، هل تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات؟ نعم، تتناولها هذه الصفة إذا فرقت رأسها على غير العادة عند المسلمات، وسط الرأس فرقته على صفة تتشبه بالكافرات، فإنها تكون من المائلات المميلات. كذلك القص، هذا القص الذي أشغل النساء الآن، ما الداعي له؟ الجمال في بقاء شعر المرأة وذوائبها والعناية بها، إنما القص يجوز للحاجة إذا كانت لا تستطيع إصلاحه وكان كثيفا وطويلا يشق عليها، أو ليس عندها ما تسلحه به من المؤونة، أو كانت كبيرة ويثقل عليها للحاجة، لا بأس بقصة. أما قصه من باب المباهات والزينة والتقليد والتشبه، هذا أمر غير جائز. نعم.